صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح السعادة على حضراتكم. يتجدد اللقاء وصباح دريم. زي ما نوهنا امبارح، النهاردة هنبتدي ونطرح العديد من التساؤلات. ماذا يريد المصريون من الرئيس القادم؟ الحقيقة بعد استحقاق أو بعد ما حصلنا على أول استحقاق وهو إقرار الدستور، بدأنا نتساءل ماذا يريد المصريون من الرئيس المقبل؟ إيه أهم الأولويات بعد إقرار هذا الدستور؟ هنركز على المطالب الاقتصادية والمطالب الاجتماعية على وجه الخصوص، ومنها نروح على فقرتنا الفنية. هيكون معنا النهاردة موهبة شعرية جديدة وشابة. لكن قبل ما نبتدي ودايما في صباح دريم، نبدأ بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. بعدها نعرف نبض الشارع المصري من خلال مجموعة متنوعة من التقارير. فاصل ونبدأ، وصباح الخير. She
مرحب بحضراتكم مرة تانية وصباح الخير، ونبدأ جولتنا الصحفية اليوم من جريدة المصري اليوم. منصور يعدم ممثلي الشباب والتمكين بالتمكين ودراسة بمقترحاتهم. استقبل الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء بمقر الرئاسة بمصر الجديدة وفدا يضم مجموعة من ممثلي الشباب من مختلف التيارات السياسية والأحزاب والقوى المدنية. وقالت مصادر رئاسية أن لقاء منصور مع الشباب تناول آخر التطورات بخصوص إنشاء مفوضية الشباب كملف رئيسي باعتبار أحد أهم مطالب خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى مقترحات الشباب حول تنفيذ استحقاقات الدستور والنظام الانتخابي الذي سيتم اتباعه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وما زلنا مع جريدة المصري اليوم وخبر آخر حجازي: مماليك مبارك والإخوان لن يعودوا وغير مطالبين بتبرير ترشح السيسي. قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية أن المصريين في حالة وحدة، والتيار الرئيسي المصري ما عدا أطرافه في حالة تضامن واضح ضد عدو واضح استطاعوا أن يلخصوه في نظامي حكم أحدهما قائم على المصالح وهو الأقرب لكلمة المماليك، والثاني قائم على الفاشية الدينية. واعتبر حجازي في مؤتمر صحفي أمس بهيئة الاستعلامات أن الاختلافات في داخل الصف المصري طبيعية، وأن ذلك في كلهم، وأن كل المصريين في جانب واحد حتى إن اختلفت بعض الآراء. وذكر أن مصر القادمة لا مكان فيها للممارسات التي كانت ما قبل ثورتي 25 يناير أو 30 يونيو. ننتقل إلى جريدة الشروق. بروفة حشد إخوانية لطلاب عين شمس قبل 25 من يناير. ينظم طلاب جماعة الإخوان وأنصارهم اليوم مظاهرة بجامعة عين شمس للتنديد بمقتل زميلهم عبد الرحمن يسري الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة الأحد الماضي. وقال حازم طارق المتحدث باسم ما يعرف بطلاب ضد الانقلاب والمنتمي لجماعة الإخوان أن طلاب الجامعة أعلنوا مشاركتهم في ذكرى 25 من يناير الجاري على أن يعقب هذه التظاهرات فعاليات أخرى في 2 فبراير في ذكرى موقعة الجبل. جريدة الأخبار: 16 فبراير محاكمة المعزول وقيادات الإخوان في قضية التخابر. قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة مستشار نبيل صليب تحديد جلسة 16 من فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و34 آخرين من قيادات الجماعة في اتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي. ما زلنا مع جريدة الأخبار وخبر آخر: اجتماع خلال أيام لوضع سيناريو الرد على تعنت إثيوبيا. يقوم حاليا فريق من كبار خبراء الري والسدود بإعداد ورقة مصرية تشمل كافة المخاطر بناء سد النهضة الإثيوبي على كل من الأمن الإقليمي والمائي لمصر. وقال مصدر مطلع بملف مفاوضات النيل أنه من المقرر أن تقوم مصر من خلال مؤسساتها باطلاع كافة الدول والمنظمات والهيئات المانحة على حقيقة هذه المخاطر لإقناعهم بعدم المشاركة في تمويل بناء هذا السد بصورته الحالية والتي لم يتم التوافق عليها من قبل دولتي المصب مصر والسودان. ننتقل إلى جريدة الأهرام: الحكومة تتعهد بتوفير الطاقة للمصانع الجديدة. عقد المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعا أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وصرح السفير هاني صلاح الدين المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن وزير البترول قدم تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الوقود اللازم للمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء. أيضا مع جريدة الأهرام وخبر آخر: الكهرباء تلجأ إلى قطع التيار لنقص الوقود. لجأت وزارة الكهرباء
أمس إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض مناطق الجمهورية ما بين الساعة والساعة والنصف، مما أدى إلى قطع التيار عن عدد من المدن والقرى على مستوى الجمهورية بعد خفض قدرة التوليد بالشبكة القومية بنحو 1700 ميجاوات بسبب نقص إمدادات الوقود الموردة من وزارة البترول إلى محطات إنتاج الكهرباء. جريدة الوطن وخمسة جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب وقرار جماعي لمحل المجوهرات بالإغلاق في 25 يناير. قال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الأسبوع الجاري بنحو 5 جنيهات، وهناك توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة مدفوعا بارتفاع أسعاره في البورصات العالمية، لافتا إلى أن عيار 18 سجل 221.6 جنيه وعيار 21 سجل 258.5 جنيه، بينما سجل العيار 24 سعر 295.45 جنيه، والجنيه الذهب سجل 2068 جنيه. وأضاف واصف أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية نبهت على محل الذهب بالمحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد الساخنة والاتحادية ووسط البلد ومنطقة المهندسين، بتوخي الحظر وعدم عرض المشغولات الذهبية ذات الجرامات الكبيرة داخل أماكن العرض والإغلاق يوم 25 يناير المقبل. مرة أخرى إلى جريدة الأهرام وخبر آخر، 36% من أطفال الشوارع في القاهرة وحدها. كشفت دراسة للمجلس القومي للأمومة والطفولة أن 36% من أطفال الشوارع يتركزون في القاهرة فقط. أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن الدراسة كشفت على أن 75% من عينة الدراسة شاركت بالفعل في الأحداث السياسية، وأن أسباب نزولهم لتلك الأماكن الانتقام من الشرطة والعمل والحصول على مبالغ مالية، وقالت أن 25% منهم قد شارك في مظاهرات النهضة. معنا على الهاتف للوقوف على مزيد من التفاصيل الخبر دكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة. دكتورة عزة صباح الخير. صباح الخير. صباح دريم. الحقيقة دكتورة عزة الخبر صعب جدا، 36 من أطفال الشوارع في القاهرة فقط. الحقيقة العيالة كانت على 100 طفل، كانت دراسة على 100 طفل، وإحنا عملناها مرتين السنة اللي فاتت، مرة في شهر فبراير ومرة في شهر أكتوبر نوفمبر، قبل وقت مرسي وبعد ثورة 30/6. يعني تمت هذه العينة في العديد من المحافظات؟ الحقيقة وكان الهدف من ده نعرف أطفال الشوارع بيروحوا ليه، وهل في حد وراهم. الحقيقة أسباب نزولهم متفرقة، البعض يذهب مع الأسر، البعض يذهب مع قادة الشارع، البعض يذهب بمفرده، ولكن احنا هنا يعني الهدف من الدراسة دي الحقيقة ان احنا ندق ناقوس الخطر، ان قضية اطفال الشوارع بعد اقرار الدستور محتاجة مننا عمل شاق جدا، ومحتاجة ان احنا نفكر بشكل غير تقليدي، وان كل الاستراتيجيات والخطط التي كانت تنفذ من قبل لم تؤتي بثمارها، ويتعين على جميع الجهات وهم تقريبا 18 وزارة معنية أن تعمل سويا، ولا يعمل كل جهة تعمل كل جهة بمفردها أو بمعزل عن الأخرى، لأن اللي بيحصل أنه القضية تفاقمت وأصبح هناك نمط جديد لاستغلال أطفال الشوارع من قبل جماعات الإخوان المسلمين. وإحنا الحقيقة حذرنا مرارا وتكرارا في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبنستعد في 25 يناير أنه يبقى ممكن يبقى في استغلال، لأن إحنا لاحظنا انخفاض ملحوظ في أعداد أطفال الشوارع في الفترة الماضية، وإنهم بدأوا يظهروا بصورة جديدة، حتى ملابسهم تغيرت وحتى شكلهم تغير، ويمكن يوم الجمعة بنشوفهم في المظاهرات بيبقوا مع الجماعات حاملين شعارات رابعة
هؤلاء الأطفال بيتم احنا بنتكلم في تصنيف الطفل اللي هو من لغاية 18 سنة. طبعا هو حدده الدستور طبعا عرف الطفل من بالزبط. هو دون 18 سنة. طب لو اتكلمنا عن عدد تقريبي يعني حصر لعدد أطفال الشوارع في عدد يعني توصلتوا لعدد مفيش عدد تقريبي لأطفال الشوارع لأن أطفال الشوارع بعضهم بيعيش على طول في الشارع ملوش أسرة ولا مأوى والبعض الآخر بيعمل في الشارع ولو أسرة وبيروح بعد الظهر والبعض الآخر النوع الثالث اللي هو أطفال شوارع مع أسرهم في الشارع دول ثلاث أنماط وأنماط استغلالهم سياسيا تغيرت بعد الثورة بشكل ملحوظ جدا وإحنا فعلا محتاجين خطة قومية ودعم وإرادة سياسية لمكافحة أو لحل مشكلة أطفال الشوارع لأن الاستراتيجية اللي معمولة اللي عملها المجلس القومي للتوعية والأمومة في 2003 واشتغل فيها الحقيقة احنا ما شفناش حاجة كويسة طلعت وما زال العدد في تزايد وما زالت أنماط استغلال هؤلاء الأطفال تتغير يوم بعد يوم وفقا للأحداث السياسية والأحداث الأمنية إذن فإحنا محتاجين إرادة سياسية ومحتاجين تكاتف الجهات لنفكر جيدا ونفكر خارج الصندوق في حل جديد. طب دكتورة عزة يعني المجلس القومي للأمومة والطفولة ما فيش خطة أو ما فيش فكرة يعني إلى حد ما تقريبية وحتى ولو كانت ممكن لحل هذه المشكلة لا عرضها على المجتمع وأقرارها فيما إحنا فيما بعد إحنا حضرتك حاليا إحنا بعد إكرار الدستور وفي حقوق كتيرة جدا خاصة للأطفال المهمشين والأطفال الضحايا وخطط للعشوائيات احنا محتاجين نشتغل على الموضوع ككل مش محتاجين نشتغل على ان انا اجيب مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين ادربهم او اجيب مجموعة من العاملين مع الاطفال الشوارع وادربهم لا احنا محتاجين نشتغل على مشكلات بتفرز اطفال شوارع العشوائيات والامية والزيادة السكانية والفقر والجهل كلها موضوعات عديدة محتاجين التضامن الاجتماعي كل الموضوعات اللي موجودة جوه الدستور يتعين أن يتم ترجمتها إلى خطة قومية جديدة ونفكر خارج الصندوق إن احنا نعمل حل عاجل لجمع هؤلاء الأطفال وقد نسترشد بتجربة محمد علي في السابق وهي تجربة يعني جيدة جدا يعني كانت من سنين طويلة عقود وسنين طويلة لكن إن احنا نقدر نحاول الطاقة السلبية لهؤلاء الأطفال بس التجربة دي هتبقى برضو مخالفة للدستور لأن هي كانت تجربة تحويلهم إلى عمال وإلى زراع وهكذا وده مخالف للدستور إن الطفل ممنوع إن هو يشتغل لا حضرتك أنا بقول إن إحنا قد يكون هناك مدينة أو قد يكون هناك يعني مشروع قومي لتعليم هؤلاء الأطفال وتعليمهم حرف وإعادة دمهم وإعادة تأهيلهم أنا ما بقولش نستغل هؤلاء الأطفال أو نشغلهم بالمخالفة لكل الدساتير وكل الحقوق اللي موجودة لهؤلاء الأطفال لكن أنا بقول تحويل الطاقة السلبية وحالة الضعف والحاجة اللي هم فيها في الشارع وأي حد بيستغلهم دلوقتي الإخوان بيستغلوهم وبيتم تجيشهم لاستغلالهم في المظاهرات وتخريب الدولة هؤلاء الأطفال لازم يكون في مشروع قومي ممكن يتحولوا لطاقة إيجابية بالفعل الدكتورة عزة العشماوي الرياضة استغل لو في حد موهوب رياضيا ان انا ادربه واكتشف مواهبه واحوله الى بطل قومي وده موجود في الدستور بالتأكيد الدكتورة عزة جزيل الشكر لحضرتك دكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة جزيل الشكر لحضرتكم مرة أخرى صباح الخير نرجع لجولتنا الصحفية من جريدة اليوم السابع وزير الزراعة إزالة مخلفات الأراضي الزراعية يتطلب 5 ملايين جندي طلب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة المجتمع المصري بتحمل المسؤولية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مضيفا أن عليه نبذ المخالفين وإلا تحول إلى شريك رئيسي في جريمة التحدي موضحا أن إزالة المخلفات تتطلب جيشا من 5 ملايين جندي كاشفا عن أن مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية تجري حاليا دراسته وأخيرا نختتم جولتنا الصحفية من جريدة الشروق
اليوم افتتاح معرض الكتاب ولم يتأكد حضور الرئيس رغم التحولات السياسية التي طرأت على المشهد المصري في الشهور الأخيرة، إلا أن القلق ما زال مسيطرا على الأجواء الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يتصادف موعد افتتاحه اليوم مع اقتراب تاريخ 25 يناير. وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن قد تقرر بعد إذا كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية هو الذي سيفتتح المعرض أم لا. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لآخر جولتنا الصحفية، فاصل قصير ومجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا. We'll be right back.